ينضم إلينا من باريس الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس. كما نرحب بما ينضم إلينا من الرياض السيد هشام مروى، عضو الائتلاف الوطني السوري. البداية معك السيد هشام، إذن كما تابعت إحباط أممي من عدم دخول المساعدات، ليس هذا فقط، بل واشنطن تتهم نظام الأسد بانتهاك تعهده بالسماح بوصول المساعدات. الآن كيف تنظرون إلى هذا المشهد، وهل برأيكم ستكتفي واشنطن ب يعني هذا الاتهام للنظام؟ ابتداء مساء الخير لك ولجمهورك الكريم وضيفك الطيب من باريس. الواقع هذا ليس بجديد على ما تتوقعه المعارضة السورية وقوى الثورة من الأسد ومن حلفاء الأسد. هذا ديدنهم، يعني الهدنة التي تم الاتفاق عليها بالقرار 2268 سجلت خروقات بمعدل خرقان كل ساعة، وهذا الأمر أيضا هذا هو المعدل الذي يتم الخرق فيه لهذه الهدنة أيضا، لأن المسألة بكل بساطة هم لا يؤمنون بالحل السياسي، ولا يريدون وقف القتل، ولا يريدون فك الحصار، ولا يريدون إدخال المساعدات. هذه وسائلهم لتركيع الشعب السوري، ولكن هيهات، هذا أمر لا يمكن ولا بشكل من الأشكال أن يكون مقبولا. المجتمع الدولي إلى متى يصبر؟ المجتمع الدولي عنده القرار 2165 الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع. هذا القرار يعطي الأمم المتحدة حق إدخال المساعدات بالقوة بدون العودة إلى النظام، وهذا الأمر بمنتهى الوضوح. لماذا يتم انتظار الإذن من النظام السوري إذا كانت القرارات الأممية يعني تسحب الصلاحيات في حال منعها من قبل النظام؟ المجتمع الدولي والأمم المتحدة الحقيقة ليست تقصيرها رقم واحد في هذه المسألة. الكيماوي اللي قد يكون أخطر في بعض المناحي أو الأمور، أيضا تم عدم استخدام ما نص عليه القرار 2118 من العودة واتخاذ قرار بناء على الفصل السابع. يعني صدر اليوم التقرير المقدم إلى مجلس الأمن على مسؤولية النظام عن استخدام الغاز الكلور السام في مناطق متعددة في سوريا بعد صدور الحظر. يعني الواقع السؤال، أنا أضم صوتي إلى صوتك في سؤال عريض ومفتوح للأمم المتحدة، هذا الأمر إن كان المجتمع الدولي جادا في احترام القانون الدولي وفي احترام قراراته فلا بد له أن يتخذ إجراءات حازمة. هذه الإجراءات الحازمة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الأسد. أهمها في رأيي هو دعم المعارضة. إذا تم دعم قوى الثورة والمعارضة بما ينبغي من قدرات، هذا الأمر هو الذي يجبر النظام على أن يحترم هذه الاتفاقيات. طيب. ويكون حريصا على تنفيذها. طيب. بغير ذلك لن يقبل النظام ولن يرضى النظام بأن يكون شريكا حقيقيا في عملية السلام أو عملية إدخال المساعدات أو تنفيذ القرارات الأممية. طيب سيد خطار، يعني أيضا السؤال نفسه، يعني القرارات مجلس الأمن السابقة بشأن سوريا سحب أي صلاحية للنظام في حال منع يعني المساعدات، لماذا تكتفي أو يكتفي ديمستورا المبعوث الأممي إلى سوريا بأمله بأن يأذن النظام لهذه المساعدات؟ تحياتي لك والضيف الكريم والفريق العامل وكل من يشاهد قناتكم الموقرة. بالفعل أتذكر عبارة شعرية قلتها في شبابي في موضوع القضية الفلسطينية وتنطبق اليوم على القضية السورية، ومجلس الأمن لا سمع ولا بصر، لم ينصفوه فمن سموه قد كذبوا، قتل الضعيف حلال في شريعته، فالأمن مات وعين السلم تنتحب. نعم، ديمتسورا وقبله كوفي أنان وقبله الإبراهيمي وقبله هذا وذاك، وهذه المحنة السورية استهلكت الكثير. عندما كنت أسمع ديمتسورا يشرح كيف يتوجب فقط أخذ أعلام النظام دون تفتيش النظام، وعندما أسمع اليوم كيف يقول الروسي إنه سحب النظام من كاستيلو وأنه سينتشر، وعندما أسمع أننا في اليوم الخامس للهدنة والمساعدات لم تصل
أقول أيضا ليست أين هي صدقية الأمم المتحدة عندما نعلم كيف وزعت الأمم المتحدة مساعداتها على جمعية البستان وغير جمعية البستان. طيب. وعندما نعلم كيف تركت أهل درية وتترك أهل المعظمية نعلم أننا أمام فضيحة مدوية. ولكن روسيا بالذات الرئيس بوتين الذي يطرح نفسه بديلا للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة إذا لم يكن حتى الآن بمقدوره الطلب إلى النظام فك حصار معين أو وقف إطلاق النار، نحن أمام مهزلة أمام اختبار أيضا للقوة الروسية وأيضا بالنسبة للأمريكيين، الأمريكيين كأنهم شهود زور على هذا الموضوع. من دون ضمانات أو من دون وسائل ردع لا يمكن مع هكذا نظام وهكذا عناصر التعامل، يجب أن يكون هناك ضمانات. وحتى الآن هذه الهدنة مثل هدنة فبراير شباط الماضي تشكو من ذلك وكأنها غطاء لمواصلة الجريمة لمواصلة نحر الشعب السوري. ولا يزال هناك اجتماع، ننتظر مجلس الأمن في جلسة طارئة سيد هشام لبحث الأزمة في سوريا، لم يرشح ربما عنه الآن أي شيء. تحاول موسكو استصدار قرار يعني يدعم اتفاق واشنطن وموسكو رغم أن هناك حتى هذه اللحظة تبادل الاتهامات بشأن الالتزام، مدى الالتزام بهذا الاتفاق. يعني لماذا يحاولون إذن استصدار هذا القرار مجلس الأمن إذا كان هناك عدم ثقة واتهامات متبادلة؟ وماذا تتوقعون من هذه الجلسة الآن؟ يا سيدي الروس يعني يعطون الناس دروسا في عملية آلية الاستفادة من الوقت، صناعة الوقت، التأخر، إعطاء الانطباع الخاطئ عن أدائهم. كما قلت الواضح تماما في أداء الروس والنظام تمسك بالحل العسكري وعدم رضا بالحل السياسي، هم حريصون على تهجير قسري للمواطنين المحاصرين وليس إدخال مساعدات لهم، ولكن هم في الوقت نفسه يتجهون لكي يقول للرأي العام أنهم حريصون على العملية السياسية وأنهم حريصون على قرارات مجلس الأمن. بيان جنيف عندما تم توقيعه قبل أن يجف حبره كان هناك قول من قبل لافرو في ذلك الوقت أن لا، مصير الأسد هذه المسألة تبقى عالقة، على الرغم من أن بيان جنيف واضح في النص على عملية انتقال سياسي. وهنا في موضوع 2254 خطة عمل واضحة، 6 أشهر مفاوضات، الروس هم أول من دعا من مارس عملية استمرار الحصار والإشراف على التهجير الذي جرى في مناطق سورية عدة. لذلك الواقع من الروس أن يكون الروس رعاة لهذه العملية السياسية كهذه الحقيقة أمر في منتهى الغرابة. هم داعمون بكل ما يستطيعون للأسد، هم حريصون على إنتاج شرعية الأسد، كل ما يفكرون به هو إعادة إنتاج الأسد عبر حكومة وحدة وطنية. أما الانتقال السياسي، أما حل الأزمة، أما إعطاء فعلا فرصة للشعب السوري بأن يختار قيادته السياسية ودستوره وأن تطبق هذه القرارات الأممية ذات الصلة، فهذا الأمر في حتى الآن نقول إنه بعيد كل البعد عن ما يقوله أو عن ما يتصرفه الروس. أما يقولون الكثير تسمع جعجعة ولا ترى طحنة كما يقول شاعر. طيب سنعود معك أيضا في نقاط مهمة حول أنباء عن مفاوضات قادمة نهاية الشهر، ولكن سيد أطار يعني سيرجي لافروف وزير خارجية روسي يقول أنه صار لدى الغرب فكرة يعني لدى الشركاء الغربيين أن الأولويات تغيرت الآن، لم يعد إسقاط نظام بشار الأسد أولوية وإنما محاربة الإرهاب. هل باعتقادك أن هذا هو فحوى الاتفاق الروسي الأمريكي وتتردد الولايات المتحدة في كشفه؟ نعم، الولايات المتحدة الأمريكية تخفي الحقائق عن رأيها العام، عن الشعب السوري، عن المعارضة السورية، عن الدول الصديقة. من المفارقات أن يطالب وزير خارجية فرنسا وفرنسا الملتزمة إلى جانب الولايات المتحدة في أكثر من ملف في العالم، أن يطالب وزير خارجية فرنسا بمعرفة مضمون الاتفاق. الأدهى من ذلك أن موسكو التي عطلت مجلس الأمن وفرضت مع الصين عدة مرات عبر حق النقد الفيتو تعطيل لمجلس الأمن، تحاول الآن استغلال منصة مجلس الأمن لتمرير قرار غامض حول اتفاق غامض، لأنه لا يمكن تمرير قرار حول اتفاق غير
واضح أو غير على الأقل بالنسبة للمعنيين. حتى اليوم قرأت للهيئة العليا للمفاوضات باسم المعارضة السورية أنها لم تتلقى نصا كاملا لهذا الاتفاق. نحن نعم أمام نوع من التسويف. كان هناك في شهر مايو أيار الماضي اجتماع هام في فيينا، وفي هذا الاجتماع كان هناك قرار واضح ببدء المرحلة الانتقالية في الأول من أغسطس. بدل ذلك كان هناك محاولات لدفن الحراك الثوري السوري في حلب واحتلال حلب، لم تنجح الخطة، أحبطت، ولذلك الآن استبدلوها بمحاولة الهدنة. طيب. ومن خلالها دوما هناك كسب الوقت. الجانب الروسي يفضل تركيب حل معين إبان ولاية أوباما. نعم. من أجل برهنت بوتين إنه القيصر الجديد وأنه صانع السلام. طيب سعود، معك حتى سيد الآن كما قلت لم تعطي روسيا دليلا على صناعة السلام في سوريا. اسمح لي أن أخذ معي عبر الهاتف من داخل حلب زين الحلبي الناشط الإعلامي. أهلا بك معنا زين. ماذا عن الواقع الإنساني في حلب والمشهد العسكري بشكل عام؟ نعم، مساء الخير لك ولسادة الضيوف ولسادة المشاهدين. لا تزال طائرات العدوان الروسي، عن إذا أردنا أن نتحدث عن الهدنة المدعومة التي أعلنها الروس والأمريكان، الآن طائرات العدوان الروسي وأيضا طائرات النظام تقوم بالتحليق في أجواء مدينة حلب وأريافها الغربي والشمالي. تنفذ عدة غارات جوية الآن على بلدة الأتارب وأيضا في محيط الفاي 46 وأيضا مدينة حريتة. الهدنة هي كما قال ضيفك منذ قليل هي لكتب الوقت وليس أكثر. رأينا منذ قليل إعادة انتشار لقوات النظام على طريق الكاستيل، أو بالأحرى عدم انسحاب قوات النظام من طريق الكاستيلو. لا تصريحات دخول المواد الإنسانية لمدينة حلب. أعلن أهالي مدينة حلب في مظاهراتهم اليوم الجمعة أنهم لا يريدون دخول قوافل الذل كما اسموها قوافل الأمم المتحدة، هي قوافل ذل لا يريدونها أن تدخل عن طريق النظام السوري الذي هو من يعارض إدخالها أيضا إلى مدينة حلب. طيب يعني قيل أن قوات النظام حلت محلها قوات روسية وانسحبت من هذه المناطق، هل هذا صحيح؟ الروس يقومون الآن في عملية وهمية شبه وهمية يدعون فيها انسحاب قوات النظام. قوات النظام لم تنسحب من محيط طريق الكاستيلو وطريق الكاستيلو. شاهدنا اليوم مرور آليات وقوات ترفع أعلام قوات النظام وأيضا تثبت لها قواعد وحواجز على طريق الكاستيلو. كل ما يقال عن انسحاب قوات النظام من طريق الكاستيلو هو عاري عن الصحة تماما. طيب شكرا جزيلا لك عبر الهاتف من داخل حلب زين الحلبي الناشط الإعلامي، شكرا لك. أعود معك السيد هشام. أنباء عن جولة جديدة من المفاوضات نهاية هذا الشهر، هل دعيتم لها؟ الحقيقة لم تدعى الهيئة العليا للمفاوضات لهذه الدعوة حتى الآن، لا يوجد أي إعلان. يعني أتوقع حتى أنه يعني ديمستور لم يوجه الدعوات إلى أحد، هو وكأنه وضع تاريخ 21 من أيلول سبتمبر الحالي من أجل أن يوجه الدعوات. لذلك المسألة قد تكون لم يحن وقتها بالنسبة للسيد ديمستورا بعد. أما بالنسبة لنا في قوى الثورة والمعارضة لهيئة العليا للمفاوضات، كما تعلم المفاوضات، العودة إلى المفاوضات مرتبطة بتنفيذ ما تم، يعني ما توقفت المفاوضات من أجله. في الجولة الماضية توقفت المفاوضات، علقت الهيئة العليا للمفاوضات مشاركتها في هذا في هذه الجولة بسبب أن القصف لم يتوقف، وكذلك بسبب أن المساعدات لم تدخل، وأن الحصار على العكس من يعني لم يفك ولم يرفع، وإنما على العكس من ذلك بدأ عملية الآن ربما برزت معطيات جديدة بعد الاتفاق الروسي الأمريكي، حتى أن يعني ما صرح به بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي قال أنه الاتفاق الروسي الأمريكي لا يتضمن أي بنود تتعلق بمستقبل بشار الأسد، وأنه ربما على الأطراف أن تقبل بوجود بشار الأسد مستقبلا. كيف تعلق؟ لا اسمح لي أن أعلق. الحقيقة سيد بوغدانوف قال يطلب من المعارضة السورية أن تعطي بادرة حسنية وأن ترفع مطالبتها أو أن تلغي مطالبتها برحيل الأسد في المرحلة الانتقالية. هذا الأمر الحقيقة فعلا بشكل من أشكال استسخاف ذهن المشاهد أو حتى المعارض السوري أو حتى قوى الثورة السورية. بالنسبة لرحيل الأسد في نهاية المرحلة التفاوضية وقبل بداية المرحلة الانتقالية، هذا أمر من ثوابت المعارضة السورية. لماذا؟ ليس القضية فقط عملية تعقيد مفاوضات أو طروحات تفاوضية. ما يجري في اليمن
يؤكد فعلا أن وجود رأس النظام لا يمكن أن يسمح بأي انتقال سياسي، وهذا الانتقال السياسي هو لب العملية السياسية في سوريا. لذلك المعارضة السورية وقوى الثورة والهيئة العليا للمفاوضات متمسكة بهذا، لأنه هو مفتاح حل الأزمة في سوريا. الانتقال السياسي لا يمكن أن يكون ناجحا أو قابلا للتطبيق مع وجود الأسد أو وجود أركان نظامها الذين تورطوا في جرائم ضد السوريين. الأسد ورموزه أخي الكريم على لائحة المطلوبين لجرائم حرب حسب المنظمات الحقوقية الدولية. طيب. فهؤلاء الآن يريدنا السيد بوغدانوف ويريدنا الجانب الروسي أن نتخلى عن محاسبتهم أو أن نقبلهم حكاما في المرحلة الانتقالية. إذن فعلا طيب. يعكس تماما تعقيد أكثر للموقف، مبالغة في طيب وضع العراقيل لا تنجح هذه العملية. سيد هشام، سيد خطار، يعني في ظل هذه التعقيدات وهذه العراقيل، هل ترى أي مستقبل لأي اتفاق سياسي في ظل الاتفاق الروسي الأمريكي الذي ربما يترشح عنه معلومات بأنه لم يتضمن بنود عن مستقبل بشار الأسد؟ أولا قبل أن نصل إلى عودة المفاوضات لنرى إن كانت المساعدات سيتم إدخالها أم لا، إذا كان سيفك الحصار، لنرى هذا الجانب الإنساني من هذه الكارثة، حوالي نصف مليون قتيل، أكثر من 10 ملايين نازح ومعذبين ومنفيين إلى ما هنالك. من ناحية أخرى عودة المفاوضات ومسألة الضمان، المسألة الانتقالية على بالواقعية السياسية ومن دون إيديولوجيا، لو كان بقاء رأس النظام يساعد على الحل السياسي لماذا لا؟ لكن طبيعة النظام في سوريا هي طبيعة شخصية شمولية، كل شيء متمركز عند رأس النظام، هذا يمنع أي حركة. وفي تجارب أخرى لو كان هناك نظام في إمكانية انتقال، حصل في تونس مثلا تدوير للنظام من السيد بن علي إلى السيد السبسي مع ترجمة تضحيات ثورة الياسمين هناك. في سوريا هذا غير ممكن، من دون إزاحة رأس النظام لن يكون هناك من حل سياسي، مهما نافقت موسكو في هذا الموضوع، مهما حاولت إيران أن تعتبر سوريا محافظة وترفض ذلك، الموضوع في النهاية يريدون إبقاء الأسد، يبقون الأسد كما أتى إلى درية، يبقونه رئيسا على الركام يرقص على الجنائز وفي الجبنات والمقابر، ولكن في الحقيقة سلام المقابر هذا لا يدوم، لا يمكن له أن يدوم. يعني برأيي ليس هناك من اتفاق كامل أمريكي روسي، هناك عدم ثقة، وهناك حتى داخل المؤسسات الأمريكية عدم ثقة، وما لم تنجح به هذه الإدارة في مرحلتها السابقة لن تنجح به في بالأيام الأخيرة. كل ما كان يريده أوباما أن يذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومعه نص كيري حتى يقول إنه عمل شيئا ما لسوريا، لكن ذلك لن يغطي فشله المعنوي والأخلاقي، ذلك لن يغطي كل هذا الاضطهاد الذي قام به بوتين للشعب السوري وكل هذه الممارسات. هذه أشياء لا يمكن محوها من الذاكرة، ستكون الذاكرة برأيي طويلة. والأهم إن كل الكلام عن تسهيلات من هنا، ضمانات وتنازلات، لا يمكن أن يطلب من الشعب السوري أكثر ما طلب منه. رؤية الهيئة المفاوضات العليا للحل الانتقالي هي برأيي أكبر تنازل ممكن، أكثر من ذلك يمكن تدوير النظام عبر النظام، وهذا ما تريده روسيا. تريد روسيا مع بعض المعارضة الوهمية أن تقيم حل سياسي. نعم. ليس بإمكانها القيام بذلك، ولذلك تستمر الحرب. لابد أيضا من الإشارة المهمة في هذه الحلقة إلى أن قوات خاصة أمريكية الآن دعما للقوات التركية تتواجد في الشمال السوري. ينضم معنا حول هذا من مدينة بوخم في ألمانيا سيد يوسف خالدي، الباحث في المركز الكردي للدراسات. أهلا بك معنا سيد يوسف. إذن قوات خاصة أمريكية دعما للقوات التركية، من وجهة نظركم كيف ترون هذا الأمر؟ تحياتي لكم وللسادة المشاركين ولمشاهدي قناتكم الكرام. أهلا بك. أهلا بك. وجود القوات الأمريكية في الشمال السوري لم يأتي وليد اليوم أو نتيجة اللحظة التي نعيشها، وإنما جاء هذا الوجود
حينما قام تنظيم داعش الإرهابي. لا، ولكن هذه المرة دعما للقوات التركية، يختلف الأمر هذه المرة. نعم 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 نعم، أدرك ما هو طبيعة السؤال والإجابة عليه. جاءت القوات الأمريكية بعد أن استولت تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، ومن ثم كانت الوجهة يوم ذاك نحو بغداد، وكلنا نعلم أن نوري المالكي حينها كان في السلطة في بغداد. وحينما أراد العراقيون طلبوا النجدة من القوات الأمريكية ومن المجتمع الدولي، اشترطت أمريكا حينها على أساس في العراق أن يجمعوا أمرهم على رحيل نوري المالكي، وهكذا تم رحيل نوري المالكي وتحقق نوع من الإجماع حينها، وجاءت القوات الأمريكية إلى المنطقة. ثم بعدها حدثت تطورات في سوريا، ونعلم كلنا كيف قامت تنظيم الإرهابي بالهجوم على منطقة شنغال، وبالتالي استقصدوا مدينة كوباني عين العرب. وحينما تقدمت هذه القوات، قوات داعش الإرهابية، صوب هذه المناطق واحتلت المجازر وتم أسر النساء وبيعهن في سوق الرقيق، تحرك الوجدان العالمي نتيجة المظاهرات الضخمة التي قام بها الكرد ومحبو الديمقراطية في كل دول العالم وفي أوروبا. حينها اضطرت أمريكا أن تغير من سياستها في ذلك الوقت، وكلنا نعلم أنها لم تكن تريد الدخول في سوريا. اضطرت أمريكا تحت ضغط مجتمعها والمجتمع الدولي، وتقدمت لمساعدة المقاتلين الكرد الذين كانوا يجابهون تنظيم داعش. من ذلك الحين وحتى هذا الوقت طبعا لم يكن ممكن دخول القوات الأمريكية إلى سوريا وإلى العراق إلا بطلب رسمي. طبعا النظام السوري لم تكن له اتصالات مباشرة مع أمريكا، ولكن عبر الوسطاء العراقيين تم التفاهم وتم تشكيل تحالف دولي، وكلنا نعلم أن هذا التحالف تشكل في مدينة جدة في السعودية، اشتركت فيها ما يقارب 64 دولة ومنها دول عربية كبيرة. هذا التحالف كانت مهمته مقاومة الإرهاب الداعشي وبالتالي السيطرة على الوضع في سوريا وفي العراق. اليوم التواجد الأمريكي في سوريا هو نتيجة تلك التفاهمات بين دول التحالف التي تشكلت، وبالتالي الهدف من وجود هذه القوات هو مساعدة السكان المدنيين في المنطقة وحماية السلم الأمني في المنطقة وحماية القوات التي القوات العربية والكردية والسريانية والأشورية الموجودة في قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة. نعم. بحماية المنطقة من هجمات داعش ومن خطر الإرهاب الذي بدأ يهدد السلم العالم. شكرا جزيلا لك سيد يوسف خالدي، الباحث في المركز الكردي للدراسات من مدينة يوخم في ألمانيا. سيد هشام، الآن مجلس الأمن في جلسة طارئة لموضوع الأزمة السورية، ماذا تتوقعون من قرارات؟ بالتأكيد لابد ما ننتظر الحقيقة أن يكون مجلس الأمن جادا في تنفيذ القرار 2165، جادا في تنفيذ القرار 2262. سيد هشام، هذا ما ينتظر القرار. هذا ما ينتظر. أنا أسألك عن ماذا تتوقعون؟ الحقيقة أتوقع أن يحدث اختراق ما لصالح إدخال المساعدات، اختراق ما لصالح الدعوة إلى المفاوضات بتوافر شروطها. طبعا هذا ما يمكن أن يتوقع من هذه الجلسة. طيب، وماذا يتوقع سيد خطار أبو دياب الآن في هذا الاجتماع الطارئ؟ ومن المقرر أن تسعى روسيا لاستصدار قرار يدعم الاتفاق الروسي الأمريكي لمجلس الأمن، مجلس الأمن الذي لم يتمكن من إصدار قرار حول التحقيق حيال الكلور والأسلحة الكيميائية. إذا صدر منه أي شيء سيكون لصالح الروس، لأن أي شيء لغير صلاحهم سيفرضون عليه حق النقد الفيدو. أنا أنتظر إن الاجتماع أيضا الرئيس أوباما مع مستشاريه لتقييم وقف إطلاق النار، لمعرفة إلى أين يمكن أن تذهب هذا الثنائي، هذا المايسترو الأمريكي وهذا العراب الروسي في أصل سوريا في مسرح اللامعقول.
شكرا جزيلا لك سيد خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، كنت معنا من باريس. كما أشكر السيد هشام مروة عضو الائتلاف الوطني السوري، كنت معنا من الرياض، شكرا لانضمامك معنا.